اهلا وسهلا بحضراتكم. حركات وتركات مع ابو ضيفي ما بتنتهيش. النهارده معانا احنا بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا، ربنا يبارك لاصحابها. اللي بنعرضه ده ان شاء الله ده بانيو جاكوزي، بس ايه اللي هو الدبل اللي هو بيشيل فردين، بانيو جاكوزي بيشيل فردين. حركات وتركات مع ابو ضيفي ان شاء الله هنشوف ليه فيديوهات وهنشوف بالتشطيب. لسه وصلنا حالا وان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نشونه في المكان بتاعه بطريقة آمنة وسليمة عشان نحافظ على أموال الناس. حركات وتركات مع أبو ضيفي ما بتنتهيش. لو حابب تستفاد تابعنا في الفترة اللي جاية، إن شاء الله هيبقى له فيديوهات في التأسيس وهيبقى له فيديوهات إن شاء الله في التشطيب. طبعا ده كده باختصار يعني جاكوزي تمام لفردين تمام اللي هو الدبل بيبقى 120 عرض في 2 متر، يبقى كده ده الجاكوزي اللي هو اللهم صل على محمد 120 في 2 متر تمام. طبعا بيشيل زي ما قلنا فردين، وان شاء الله هتكون له فيديوهات باستفاضه. ولو استفدت معانا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا باللايك والشير، وان شاء الله دايما نقدم الجديد والمفيد لحضراتكم. شكرا لحضراتكم.